بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أرحب بكم في التمرين رقم واحد من سلسلة تمارين مبرهنة طاليس. في التمرين رقم واحد غنشوفوا أمثلة تطبيقية لمبرهنة طاليس المباشرة. إذا نبدأ على بركة الله بقراءة معطيات التمرين. عندنا لاحظ الشكل جانبه بحيث بسيوازي أم أن أحسب أم في كل حالة من الحالات الآتية. إذا أي مبرهنة قبل ما نطبقها خصني نذكر الشروط ديالها. إذا نعتبر المثلث A B C. إذا لدينا M تنتمي إلى المستقيم AB و N تنتمي إلى المستقيم AC. إذا كناخد مستقيمان متقاطعين اللي هما AC و AB، وعندنا نقطة M تنتمي إلى AB ونقطة N تنتمي إلى AC، وكذلك لدينا MN يوازي BC. إذا هذو هما شروط المبرهنة، مستقيمان متقاطعان في نقطة ومستقيمان متوازيان BC يوازي MN. إذا حسب مبرهنة طاليس المباشرة ماذا لدينا؟ إذا دائما كنبداو بنقطة التقاطع هي في الحالة A. إذا A M على A B. إذا كنبداو بهذا الترتيب هذا. إذا بدينا ب M A M، غنبدا كذلك من A N A N على A C. إذا A N على A C تساوي M N على بس. من بعد غنجي للتعويض. اذا بطبيعة الحال انا هاد عندنا هنا 6 ديال اطوال قطع، يعني يكفي ثلاث يكفي معرفة ثلاث اطوال لكي نعرف الطول الرابع. اذا هنا في المعطيات عطينا مجموعة من القياسات، اذا غنحاول نعوض القياسات اللي عطيني. اذا عندنا AM ما معروفاش هي اللي كنقلب عليها، و AB تساوي 35، AN تساوي 6، و AC تساوي 28، وعندنا MN على BC اللي ما معروفش ما كنعرفش القيم ديالهم. اذا انا بالنسبه لي غنحتاج غير هذا الجزء هذا من المتساويه، من هذه المتساويتين هو اللي غيحتاج. إذا عندنا AM على 35 تساوي 6 على 28. هنا كندير القاعدة ديال جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. كما كتذكروا إلا كان عندنا A على B كتساوي C على D، فهذا يعني بأن A في D يعني جداء الوسط الطرفين كيساوي جداء الطرفين. إذا A في D تساوي B في C. إذا AM 28، دائما نديرو العدد المعلوم هو الأول، 28 في AM تساوي 6 في 35. إذا 6 في 35 هي 110، وهذه 28 AM. إذا AM تنقسم على 28، إذا هي 110 على 28 تساوي 7.5. وهنا في هذه العملية القسمة خاص القيمة الخارج يكون مضبوط. في حالة لقيت الخارج غير مضبوط يعني القسمة غير منتهية، فكنخلي العدد كسري، كنحاول نختزل ونخلي العدد مكتوب على شكل كسر. نمر الآن إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية عطينا فيها بي سي، إذا عطينا بي سي وعطينا ام ان وعطينا ا بي. اذا هنا الى عوضنا شنو غنلقى؟ غنلقى ا ام هي اللي كنقلب عليها، ا بي تساوي 12، ا ان على ا سي ما معروفهاش اذا ما ندير بها ما نحتاجهاش، ام ان 15،
و بي سي تساوي 32. إذا كما شلنا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني 32 مضروب في أ إم تساوي 12 مضروبة 15. إذا 32 مضروبة في أ إم 12 في 15 هي 180. إذا أ إم تساوي 180، وهنا غادي نقسم على 32. إذا هنا يمكن لي نختزل، إذا عندنا يمكن لي نختزل بجوج، نقسم بجوج في البسطور المقام، غادي تجيني 90 على 16، وكذلك يمكن لي نزيد نقسم على جوج، غتجينا 45 على 8، وهنا يمكن نخليها 45 على 8. نمر الآن إلى الحالة رقم 3. الحالة رقم 3 عطينا فيها قياس ديال أ سي، وعطينا فيها قياس ديال أ بي، وعطينا فيها قياس ديال أ إم. إذا غنخدم هذا الجزء هذا من المتساوية. إذا عندنا أ إم على أ بي تساوي أ إم على أ سي، وغادي نعوض كل قيمة. إذا هنا أ إم هي اللي سنقلب عليها، أ بي عندنا 18، أ إن تساوي 3 جذر 7، و أ سي تساوي 2 جذر 3. إذا كالعادة غنحاول نبسط، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذا جوج جذر 3 غادي نضربها في أ إم تساوي 18 مضروبة في 3 جذر 7. إذا هنا كذلك أ إم، إذا هنا عندنا هنا يمكن نخليها وكذا من بعد باش نختزل. إذا تساوي 18 مضروبة في 3 جذر 7 مقسومة على 2 جذر 3. إذا هنا غنشوف واش عندي الإمكانية الاختزال أو ما عنديش. كيبان لي هنا 18 وهنا 2، إذا يمكن لي نختزل بالعدد 2، إذا كيبقى لنا 9 في 3 جذر 7 على جذر 3. هنا كذلك سبق لكم باش تشوف الجذور المربعة بأن المقام عادة كنحاول نردو على شكل عدد جذري، يعني كنحاول نحيد الجذر المربع إلا كان عندي نحيدو، وكنضرب في المرافق باش نحيد هذا الجذر المربع. هنا إذا المرافق ديال جذر 3 هو جذر 3، إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نخلي هنا 9 في 3 هي 27، إذا جذر 7، وغادي نضرب في جذر 3 وغادي نقسم وغادي نضرب جذر 3 في جذر 3، إذا كنضربو في نفس العدد جذر 3 جذر 3. إذا هنا جذر 3 في جذر 3 لتحت هو جذر 3 أس 2، إذا هذه جذر 7 في جذر 3 هي جذر 21، وهنا غيعطينا جذر 3 أس 2. هنا كذلك عندنا 27، وجذر 3 أس 2 هي 3 جذر 21. إذا هنا يمكن لي نختزل بالعدد 3، إذا عندنا 9 في 3 على 3، إذا إلا خزلنا ب 3 غيبقى لنا هنا 9 جذر 21. إذا أ إم كيساوي لنا جذر 9 جذر ديال 21، وهادي كنخليها ميمكنليش نزيد نختزلها أو نبسطها. نمر الآن للحالة الرابعة والأخيرة. إذا الحالة الرابعة عندنا أم إن، إذا عندي أم إن، عندي أ بي، وعندنا بي سي. إذا واضح
قال هنا ام هي اللي كنقلب عليها. اذا هنا غادي ناخذ فقط الجزء اللي عندنا المعطيات ديالو. اذا غناخذو ا ب ام على ا ب تساوي ام ان على ب سي. اذا غادي نعوض الاطوال اللي كنعرف القيم ديالها. اذا ام ا ب تساوي 3 جذر 18، ام ان تساوي 5 جذر 8، و بي سي تساوي 90. اذا نحاول نبسطو كما العاده. فهنا كنديرو كما شلنا جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. اذا 90 مضروبه في ا ام تساوي 5 جذر 8 مضروب في 3 جذر 18. اذا هنا ام تساوي هادشي هذا كامل جذر 8 مضروب في 3 جذر 18 على 90. اذا هنا غنحاولوا نبسطوا شي شويه. اذا نذكركم بالنسبه للجذر المربع، فملي كيكون عندنا حنا كنعرفوا بان الجذر ديال ا في بي راه هي الجذر ديال ا مضروب في الجذر ديال بي. اذا هنا جذر 8 راه هي جذر 4 في 2. اذا يمكن لي نكتبها على شكل جذر 4 مضروبه في جذر 2، وجذر 4 راه هو 2 جذر 2. كذلك جذر 18 هو جذر 9 في 2، وهنا يمكن لي ندير جذر 9 مضروب في جذر 2، وجذر 9 هي 3، وجذر 2 تبقى جذر 2. اذا هنا يمكن لي نجي لهنا ونكتب هادشي بشكل مبسط. حنا خلينا هنا ما حسبناش باش يكون عندي الامكانيه الاختزال، يعني ما جمعناش هاد الاعداد باش يكون عندي الامكانيه ديال الاختزال من بعد. اذا عندنا 5 مضروبه، قلنا جذر 8 غادي نعوضها بجوج جذر 2، اذا هي جوج جذر 2 مضروبه 3 مضروبه، وجذر 18 هي 3 جذر 2 مقسومه على 90. اذا 90 هي 9 مضروبه في 10. اذا الى شلنا مزيان فغتكون عندنا واحد الامكانيه ديال الاختزال. اذا عندنا هنا 3 في 3 هي 9، وعندنا تحت 9 اذا غتمشي لنا هاد 3 وهاد 3 مع 9، وعندنا 10 هنا اذا عندنا 5 في 2 هي 10، اذا غيمشي لنا هاد 2 والخمسة والعشرة. شنو غادي يبقى لي في البسط؟ غيبقى لنا جذر 2 مضروبه في جذر 2، جذر 2 مضروبه في جذر 2، والبسط غيبقى لنا فيه اولا المقام غيبقى لنا فيه واحد. اذا جذر 2 في جذر 2 هي جذر 2 اس 2، وجذر 2 اس 2 هي 2. اذا ا ام تساوي 2.